مهرجان زوين دافئ حي. استمتعت بمشاهدة أفلام سينمائية عالمية اللي كتمتعني كتخليني كنحلم. يمكن ما كاينينش أفلام المغربية، ولكن راه شفت وشاهدت أفلام مغربية اللي كثيرة، وإن شاء الله السنوات القادمة غيجي الفيلم المغربي تا هو غيكون حاضر وغينافس. لحظات حميمية اللي زوينة راه كنقولها وكنعاودها وتنقول بأن راه ليس هناك أجمل من الاعتراف. دائما الفنان يبحث عن الاهتمام والحب ديال المشاهد، لأنك يقدم لي أعمال بحب تيبغي الاعتراف ديالو. بالتأكيد هذه اللحظة هذه اللي غنعيشوا، هذه الأمسية هذه ما يمكن إلا أنها تكون سعيدة وتنعيشوها معاه. اش غنقول لهم في انتظار أن يجدوا أشياء مهمة؟ تنقول بأنه راه الريح ساطت القبطان، ما عرفتش اش غنقول لك. ايوا تماما، ما عرفتش انايا شنو تخيلوا، حيت اولا كتهز الجلايل لان القبطان طويل، ثانيا الريح كان داك الامسيه كان الريح كثير. يعني انا كنقول من السخف اننا نهضروا على هذه الاشياء، هذا اولا. ثانيا حنا هنا جينا باش نشوفوا افلام، سيروا تفرجوا في افلام، ولا ما كانش كتهمكم السينما وما كانش كيعجبكم هذا الشيء، سيروا قراوا لكم كتب، سيروا الجامع صليوا، سيروا ديروا عطى الله ما يدار. يعني ما عندكم ما غيفيدكم والو قفطاني، الجلايل اش غديروا بالجلايل؟